السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. ما هو واجب المريض نحو نفسه حتى يتم شفاءه من هذا المرض المعدي؟ هو واجباته مفروض أن تكون متكاملة. أولا أنه يستمع إلى إرشادة الطبيب استماعا كاملا ويطبق ما يقوله له بعناية تامة. واليوم نشاهد معا حلقة جديدة من برنامجكم الصحة والمجتمع عن وجبات الصائم في رمضان. أولا طبق متوسط من الشوربة الدافئة وقطعة خبز واحدة مع الشوربة، أو 3 إلى 6 تمرات أو ملعقة عسل أو مربى مع قطعة الخبز أو البسكويت، وكوب واحد من الماء الغير مثلج.